نشرة مغاربية جديدة، أهلا بكم. حقق منتخب المغرب فوزا صعبا على ضيفه الزامبي بهدفين لواحد ضمن الجولات الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وتعرض المدرب وليد الركراكي لانتقادات بسبب أداء منتخب أسود الأطلس، بينما خرج الثنائي حكيم زياش ويوسف نساري غاضبين بعد تغييرهما في الشوط الثاني. حذر الصربي ميتشو مدرب منتخب ليبيا من مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 والتي ستقام الثلاثاء المقبل في جنوب إفريقيا، واعتبر أنها ستكون الأصعب. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مغادرة ياسين إبراهيمي نجم نادي الغرافة القطري لمعسكر منتخب الجزائر بسبب إصابة تعرض لها على مستوى أوتار الركبة ضد غينيا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن نادي الأهلي المصري حسم صفقة الدولي الجزائري زين الدين بالعيد، حيث سيلتحق بصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل. وصل منتخب تونس تحضيراته للمباراة التي ستجمعه غدا الأحد بنظيره منتخب ناميبيا في جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026. نجح نادي الأهلي القطري في الحصول على موافقة مدافع نادي الترجي الرياضي التونسي ومنتخب تونس ياسين مرياح للتعاقد معه لموسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده بنهاية يونيو حزيران الجاري. نهاية النشرة المغربية، إلى اللقاء.